مبروك يا معلم. الله يبارك فيك يا وحش. تعال اقعد جنب كده بقى، عايز اتكلم معاك كلمتين. ايه قعدت؟ خير؟ ما تكونش نويت انت كمان وعاوزني اخطب لك. يا عم ابعد عني يا عم، انا لسه هنام الديانه دش على الصبح، يبقى انت وهي ارحمني. يا عم عايزين نفرح بيك. تصدق جوازك ده هفرحهم كلهم اكتر من اي حد، اكتر مني انا. طب اسمع مني بقى، بما انك بتتكلم جد. ماشي. احنا دلوقتي دخلنا في الجد والرسم، فعايزك بقى تكبر وتعقل كده وتسيبك من الحركات الهبل اللي انت بتعملها دي. مش عايزين خالك يزعل مننا، كفايه انه استحملها بالكوا كتير، والبت فريده كمان بتحبك واستحملتك كل ساعه والتانيه وانت غتت. فعايزك بقى تتعامل معاها بالراحه كده وتطمنها. صدقني انا مش بقفش من اي حاجه، انت بس مشغول في شغلك، ف يعني مش عارف الوضع اللي انا فيه. وضع ايه يا ابني؟ ما انت زي الفل اهو. لا مش زي الفل. 20 جنيه كشف مش زي الفل. اتجوز وعيش مع امي في البيت مش زي الفل. احوش عشان اجيب تليفون او اي هديه لفريده، ومش عارف اصلا اصرف على نفسي مش زي الفل. طب يا حبيبي الوضع ده كله وانت لوحدك يعني؟ وبعدين انت لسه العمر قدامك ان شاء الله تعمل في اللي انت عايزه. طب وانت ساعدت في حاجه وما لقيتش؟ اديني ملقطها. اي حاجه بتيجي من العياده على اي مصلحه زياده. بصراحه بقى بفكر اهاجر. نعم هجرت اللي بتفكر فيها؟ انت اتجننت؟ هو انت شفتني بحضر الشنطه؟ بقول لك بفكر. هو انا لسه هتعرف عليك جديد؟ ما انت بتقول البقين دول قدامي عشان تجس نبضي وتشوف رد فعلي. بقول لك بفكر. اهدى بس، في ايه؟ مفيش حاجه. نو انا قاعد اهو جنبك اهو. طب بما انك بتفكر بقى، شيل موضوع السفر والهجره والكلام ده من دماغك خالص، تمام؟ طب هات 20 جنيه. يلا يا عم اقعد ساكت. مبروك. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.